بقول لك ايه يا حموكشه، ام حسن اتكلمت على كارما. ايه اتكلمت على كارما؟ دي نهارها اسود هي وجوزها. تتكلم على بنتي ليه؟ اللي يجيب سيره بنتها اقطع لسانه. ايه ده يا حموكشه، اتكلمت عليها يعني عايزه تخطبها لابنها. دي اسخن برضه، تتكلم على بنتي ليه وتخطب بنتي ليه؟ وابنها مين ده اللي يتجوز كارما؟ بقول لك ايه، ما تجيبليش سيره الموضوع ده تاني يا حموكشه. الله، هو انت كنت بتتكلم بجد لما قلت مش هجوز كارما؟ البنت كبرت لازم نجوزها. ايوه كنت بتكلم جد، امال فاكرني بهزر؟ هو انا اكبر ورب يجي واحد ياخدها على الجاهز؟ لا يا ماما، بنتي تبقى في حضني كده اهو، معززه مكرمه، مش هجيب لها واحد يبهدلها. يعني عارف ان الراجل بيبهدل مراته، اعترفت اهو. لا انا بتكلم على بنتي بس، مش عليكي. هو انا عمري بهدلتك؟ هو انت تقدر؟ وين تقدر عليكي غير ربنا؟ المهم ما ارد عليها اقول لها ايه؟ قولها لا. ايه يا اختي الوكسه دي؟ هيقعد البنت جنبنا من غير جواز؟ لا ده عايز له كبير. مساء الخير يا ماما، عامله ايه؟ مساء النور يا حبيبتي. ماما انا كنت عايزه اقول لك حاجه. قولي يا حبيبتي. في يا ماما واحد زميلي طلب مني الجواز وقال لي يعني اقول لكم وهو يجيب اهله ويجي يتقدم لي. يا ما شاء الله، بنتي كبرت وخطابها كتروا. يعني اقول له يا ماما؟ استني يا بنتي لما اقول لابوكي، وبعدين هو زميلك يعني لسه طالب. ايوه يا ماما، هو شغال مع باباه ومعاه شقه ومعاه عربيه وجاهز من كل حاجه. يا ما شاء الله، الله اكبر. خلاص هقول لابوك. بس يا ماما بابا ممكن يرفض، انت عارفه جاني عرسان كتير وهو دايما بيرفضهم من قبل ما يعرف عنهم اي حاجه. ايوه يا اختي، قال ايه؟ مش عايزه اجوز كارما، مش عايز حد ياخدها ويبهدلها. يا ماما والله مش هيبهدلني، ده شاب محترم جدا. يا اختي ولا يبهدلك، ما كلنا اتبهدلنا. هما الرجاله وراهم ايه غير البهدله والمرمطه؟ ده انت لسه شفتي حاجه يا ضنايا؟ انا بقول تفكري في الموضوع ده وتسمعي كلام ابوكي. ايه يا ماما، هو انت مش موافقه برضو ولا ايه؟ يا حبيبتي والله انا نفسي افرح بيك النهارده قبل بكره، بس ساعات كلام ابوكي بيخوفني، واللي انا شفته برضو، اللي انا شفته مش قليل. خايفه عليكي تشوفي اللي انا شفته. يا ماما والله مش هشوف حاجه وحشه من اللي انت بتقولي عليها دي خالص، لان هو شاب محترم وعيلته كويسه، وبعدين احنا متفاهمين، وحتى لو حصل بينا اي حاجه هي الدنيا كده. متفاهمين؟ قولي لي كده بقى، قولي يا بنت ان الوضع عاجبك. لا يا ماما، يعني كل الناس بتشكر فيه. والله على العموم انا هقول لابوكي، ما وافقش هقول لجدك بقى يتصرف معاه، وان شاء الله خير. انا المره دي هقنعه، يعني هقنعه عشان خاطر انت موافقه بالعريس. ربنا يخليكي ليا يا ماما. طب قومي يا نصحه بقى، ورينا شطارتك بقى، وهنشوف هتفتحي بيت ازاي. روحي النهارده اعملي لنا الغدا بقى، اما نشوف الفلاحه بتاعه البنات. حاضر يا ماما، هعمل لك احلى غدا. شوفي البت ده عمرها ما عملت حتى بيض مسلوق، دلوقتي راح تعمل لي غدا وتعمل لي احلى غدا، ربنا يستر. والله البت كبرت وعايزه تتجوز، وكمان هي اللي منقياه وعشنا وشفنا. الو. ايوه يا عمي، عامل ايه؟ الحمد لله يا بنتي كويس. بقول لك يا عم، انا كنت عايزاك في موضوع كده. اموريني يا بنتي، اتفضلي. ربنا يخليك يا عمي. البت كارما يا عمي جالها عريس، عريس المره دي ايه كويس، شغال مع ابوه معاه شقه وعربيه. هو صحيح لسه بيكمل تعليمه، لكن المهم ان هو جاهز والبت موافقه عليه. وانت عارف ابنك عمال يقول لا لا، وكل ما يجي عريس يطفشه لحد ما البت هتقعد جنبنا. والنبي يا عم اتصرف في الموضوع ده، وخلي حماتي كمان تتصرف، هو ما بيعرفش يقول لها لا. والنبي يا اخويا مش عايزه البت تقعد جنبي. لا ازاي، عريس زي كده كويس والبنت موافقه عليه، والبنت ملهاش غير بيت جوزها. لا لا لا، انا هكلم حموكشه ونشوف اخره الموضوع ده ايه. ربنا يخليك يا عم، انا عارفه ان انت اللي هتحلها. ان شاء الله خير يا بنتي. تمام يا عمي، ربنا يخليك. عايز حاجه يا عمي؟ الله يسلم. اديني كلمت ابوه اهو، اما نشوف اخرتها. يستر يا رب. ايه اللي اتكسر ده؟ ماما الحقيني. يا لهوي، البنت مالها؟ يا ايدي. في ايه؟ في يا كارما؟ الاكل اتحرق يا ماما، والنار زي ما انت شايفه وتكب مني، وايدي اتحرقت. يا لهوي، هتولعي فينا؟ ايه يا بت؟ الحمد لله. ايه يا بت كنت هتولعي فينا؟ يخرب بيتك. ايه دي يا ماما؟ استني هعمل لك حته عجينه تحطيها عليها. وريني كده بس، كده هتبقى كويسه. بتوجعني قوي يا ماما. يا اختي مش عارفه تعملي شويه مكرونه وعايزه تتجوزي يا ماما؟ غصب عني والله، كان سخن قوي اتقلب مني. ولا يهمك يا حبيبتي، العلام ما بيجيش من اول مره، المره دي تغلطي المره الجايه يطلع منك مظبوط ان شاء الله. بس انا بقى ايه، عايزاكي الايام اللي جايه دي تتعلمي بقى الطبيخ والغسيل والترويق وكل حاجه، عشان لما تتجوزي كده وتروحي بيت جوزك ما يقولوش عليكي ان انت خايبة.
حاضر يا ماما. شاطرة يا حبيبتي، روحي استريحي في اوضتك دلوقتي. حاضر يا ماما. يا عيني البنت مالهاش في شغل المطبخ والمرمطة دي. يا لهوي ده كلام حموكشة صح والله، ما تقعد هنا اهو، ايه اللي خلاها تتجوز وتتمرمط وخلفة وعيال وزن وطبيخ وغسيل؟ يا لهوي هي اللي عايزة بقى هنعمل لها ايه؟ واحد زمان عايز يخطبها نهار ابوها اسود، هي راح تتعلم ولا راح تتكلم مع شباب؟ يا ابني اهدى، بقولك عايز يتجوزها، يعني هي لو مش محترمة ما كانش طلب ايدها. لا انا مش موافق، وقلت كذا مرة ان انا مش هتجوزها ومش عايز حد يكلمني في الموضوع ده تاني. كارما انت يا بنت؟ نعم يا بابا. صح اللي بيقوله جدك ده؟ في واحد من زميلك عايز يتجوزك؟ ايوة يا بابا. وعرفتي ازاي واتكلمتي معاه ازاي؟ انت راح تتعلمي ولا راح تكلمي مع شباب؟ انطقي. لا والله يا بابا انا ما اتكلمتش معاه، ده هو قال لواحده صاحبتي تقول لي يجي يعني يحضر له ميعاد علشان يجي يتقدم لي. بس انا مش موافق ومفيش كليه بعد النهارده. اتفضلي. ازاي يا بابا ده انا في اخر سنه. انا قلت مفيش يعني مفيش، يلا على اوضتك. ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ انت مجنون. بابا لو سمحت انا عايز اعلم بنتي بطريقه اللي تعجبني. طريقه ايه وزفت ايه؟ ده تخلف ده. ازاي يعني تحرمها من التعليم؟ وازاي ما توافقش على حد هي عايزاه وجاهز ويعني الولد كويس؟ ازاي انت في حاجه في دماغك؟ انا مش موافق. كويس لنفس ايه حموكشه؟ هو انت ايه اللي انت قلته للبنت ده؟ هو انت فاهمش عايزه تكمل تعليمها؟ بدل ما بتروحش تحترم نفسها وبتتكلم مع شباب. شباب ايه اللي بتكلمهم؟ انا البنت بنتي محترمه، هو لما انا ما لقاش محترمه ما كانش طلب ايدها. يا حموكشه انت في حاجه في دماغك؟ بقول لك ايه، مش عايز اسمع صوتك. معلش يا حبيبي هتسمع صوتي المره دي، ده مستقبل بنتي وانت عايز تبوظه. البنت هتتجوز وهتتعلم، لاقي ما اسيب لك البيت واخدها وامشي. والله انت بتعنديني يعني، مع الف سلامه. طب روحي وانت. اخلص يا ولد، انت اتجننت ولا ايه؟ ليه يا عم خليه يقولها، ما انا مستحمله بلاوي. خليني اخلص. لا والله وانت ناقصك ان شاء الله، ما انت كل حاجتك متجابه. بقول لك ايه، امشي من وش احسن مرمى عليك اليمين النهارده. ما ترمي يا حبيبي. معلش يا بنتي ادخلي جوه دلوقتي. حاضر يا عم عشان خاطرك. كمان عايز ابوظ مستقبل البنت ويقعدها جنبنا. ايه التخلف ده؟ كلمه زياده وهاجي اديكي بالجزمه. احترم وجودي يا ابني واعمل لي اعتبار. ايه ده انت بتعلي صوتك وانا موجود؟ انا اسف يا ابويا معلش. اهدى كده واستهدى بالله وفكر كويس وخلي مصلحة بنتك هي الاساس، فاهم؟ بلاش الانانية اللي انت فيها دي. ان شاء الله.